السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، مرحبا بكم. موعد مباراة الأهلي مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة كل تفاصيل المباراة التاريخية المنتظرة بين بطل أفريقيا وبين بطل أوروبا البافاري العملاق. لكن في بداية الفيديو يا ريت نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتعملوا لايك لنا واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ التفاصيل. يلتقي النادي الأهلي مع بايرن ميونخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل بإذن الله 8 فبراير 2021 بملعب أحمد بن علي المونديالي. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 8 بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 9 بتوقيت السعودية وسوريا والعراق وقطر. أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ فإن قناة بين سبورتس القطرية هي صاحبة الحقوق، ولم تعلن بعد أن المباراة على المفتوحة مثل مباراة الدحيل أما على المشفرة. أما بالنسبة لملعب المباراة أحمد بن علي المونديالي. أما عن تشكيل النادي الأهلي المتوقع للمباراة، نتوقع في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد هاني وبدري بنون وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط اليو ديانج وعمرو السلية وحمدي فتحي، أمامهم محمد مجدي أفشة وولتر بواليا وحسين الشحات. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ. الأهلي حقق الفوز على الدحيل وكتب لنفسه صفحة من صفحات التاريخ، وإن شاء الله نقدر نقدم مباراة كويسة قدام بايرن ميونخ. ياريت تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.